مصر، مصر أم الدنيا. ابدأ أنا أخرط الملوخية. الملوخية المصرية لازم تكون بالطاجن يا أخوان. ملوخية يا برنس. ورجعنا لكم يا اخوان بالحلقه الثالثه من سلسله فيديوهات اعلى نسبه متابعين على قناه فلوج الغزاوي. اليوم عندنا يعني مبين من الصدر ايش حيكون البلد اللي معنا. معنا مصر. مصر ام الدنيا. الملوخيه. ازيك ياض؟ كلمة مشهورة في السنين اكيد، يعني اكيد الكل يعني بيعرف كلام المصري حلو كثير جدا. اليوم حنكون طبختنا الملوخيه مع الارانب. بالأرانب بلد. بالأرانب أو بالحمام أو بالبط، المهم يعني هم كل شيء عندهم بلدي. الدجاج ما يكونش كمان دجاج، الدجاج البلدي أو الديك أو الإشي زي الفراخ هيك. لازم يكون عندهم بلدي. أكيد. احنا اليوم جبنا أرنب وطبخة ملوخية مرتبة مع الطشة المصرية. نبلش الحين يلا نفرم الملوخية ونجهز ثواب الأرنب ونسلقه. ببدأ أنا أخرط الملوخية. محمد بده يتبل الأرنب. باختصار يا محمد اعطيهم اللي عندك على الارنب. منكهات لومي ورق غار، هيل، ملح وفلفل اسمر وعلقات بس. طبعا حشيت الارنب انت؟ صحيح، محشي حشوه نص استوى. ايش يعني نص استوى يعني بالضبط؟ الرز مسلوق شوي 10 دقائق ربع ساعه او اقل. وحشى مع شويه زيت زيتون وكركم عشان يدي لون حلو. فانا بدي اسيبك تفرم بدي اروح ارتاح لانه الواحد مش قادر. خنق الدنيا صيام والامور صعبه يا اخوان. طبعا يا اخوان زي ما انتم شايفين الملوخيه هيك فرمناها، لسه بدنا ننعمها اكثر واكثر. فيها محمد بيعملوها ورق. مين هم؟ مين؟ الاردنيين؟ لا بدي خيره. اخير حط عندك لبنان ولا سوريا ولا السعودية؟ السوريين. ايوه السوريين. السوريين في عندهم طبخة الملوخية بيعملوها ورق، كلها بالورق، جمدوها ورق. ايوه وبيشتغلوا عليها. طبعا انا حطيت الارنب على الغاز بالضبط يعني سلق عشان يستوي. حطيت سلفحته براس بصل، حطيت عليه مية، شوية توابل، شوية زيت زيتون. بده ساعة براحته العريس، خليه هيك براحته ينسلق ويستوي أقل من راحته. طبعا لازم نحمر الملوخية. وش رايحين نجيك تسوي أنت كمان فيها؟ بدنا نبدأ نحضر للملوخية، بدنا درسين تومة نجهزهم، قرن فلفل، حبة بندورة، حبة بندورة صغيرة علشان ما تطلعش البندورة، ما تطلعش الملوخية عفوا دلعة، وما تمسكش حبة ما تضلهاش تلحق. ايوه ممكن تجيب لك صحن ملوخيه هيك وتضلك تغمس وتقع الملوخيه، تغمس وتقع. لا بدك تكون على الملوخيه صح. ايوه بتجيب لك هيك دزينه خبز. في شيء ضايع بشتغل الملوخيه؟ اسهل اكل يمكن نسويها الملوخيه. خفيفه. كشري. لو اكله مصريه صعبه لا كويس انه احنا اخترنا السهل. اسكت يا راجل. مالي ما خلينا المتابعين يختاروا. في حاجات استناها بعد هيك صعبه كثير. في اكلات بتخوف بتخوف. خليكم متابعين وتوقعوا مين الجاي بعد نصر مين. فاذا حابين كمان تطلعوا من بلدان اخرى زودوا المشاهدات، كل ما تزيد مشاهده جديده حعمل حلقه على البلد اللي بتطلع في المشاهدات. اتفقنا؟ تمام. واكتبوا لنا تحت في التعليقات ايش رايكم في السلسله هذه. تمام. يمكن اول اليوتيوبر يسوي هذا الباكج والشغل. تمام. يعني افكار متعوب عليها. نشوف الارض. بدنا نحمل الأرنب. طبعا يتحمر.
حبه ناقص يترتب يرتش عليه شوية توابل هيك ويتحمر. بالنسبة للرز كمان يا اخوان، رز بسمتي ابيض عادي، شوية ملح، فلفل اسمر، وحط على الغرب. حط مرقة هالارنب. خلصنا، ما فيش اكل يعني مساوية حالة لحالة. اسهل اكلة لا بدنا مقادير ولا بدنا لحمة. صحيح. اكلة المفتول الفلسطيني جننتنا، 8 ساعات تصوير يا اخوان مش شيء. اكلة الملوخية ربع ساعة بنخلص. خلصنا، فيش اشي ضايع، الحين نحط الملوخية على الغاز وصلى الله وبارك. هي تقريبا هيك محمد بدأت تنعم. هي نعمت اصلا، كل ما تعمل زي هيك، كل ما تعمل زي هيك بتشوف لازم تكون انعم. ايوه لازم تكون انعم. طب هيك يا اخوان احنا بنرجع لكم وقت ما نسكب الاكل ونجهز الامور، حاطط لكم بعض الشتات قيد التجهيز ونعطيكم التحضير عدل، لانه الاكله شارحه حالها من حالها لحالها، وبدناش نقول نمطمط فيها. ايوه نرجع بدناش نطول عليكم، يلا معنا. وهيك يا اخوان الملوخية جهزت، واهم اشي زي ما بدنا نحكي الملوخية المصرية لازم تكون بالطاجن يا اخوان، لازم يكون عند الطاجن الملوخية. الارانب زي ما انتم شايفين، الارنب ان هذا نص ارنب جاهز، نبدأ نجرب. بسم الله. ابو احمد تعال غز انت لحالك. بسم الله. انا يا رشاد انا السيخ لك وانت تقول يا رب. بسم الله. ان شاء الله بنزور مصر وبنجرب الاكل المصري. الحين ما شاء الله، وهذا حمام ايش بتساوي؟ تخيل هذا حمام غبت غبه، تسحب استناش بتقول يا هادي. وبسم الله. اصبر. ارنب هذا حمد مش حمام. تخيلت حمام. طبعا يا بشر ملوخية من دون ليمون على الفاضي. ملوخية يا برنس، خدها كده ليه وتروح هب وفي حاجة فيه الملوخية. أنا طبعا من أكثر الأكلات والطبخات اللي بحبها الملوخية. تاني شغل المصريين بيساووا اللي هو الرز بالشعرية. يا حبيبي انا مش قادر اقول لك ايه، انا بفهم مصري. محمد قلبتها مصري كثير، طلعت بالرينج. ان شاء الله نزور مصر ام الدنيا وعملنا جولة فيها كمان ان شاء الله، وبناكل الاكل المصري في مكانه وعلى اصوله. الارانب 100%، الملوخية الاكل المصري العالمي. بدناش نكتر عليكم كلام، هيك بكون وصلنا الى اخف حلقة معنا في الحلقات في سلسلة فيديوهاتنا. بتمنى الحلقة تكون عجبتكم، لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. محمد بشكل عام اكل 10 على 10 يا اخوان، لا تنسوا تتابعونا وتدونا اشتراكات ولايكات وكومنتات هيك حلوة منكم يا اخواننا المصريين. انا بحبكم كتير جدا جدا، وان شاء الله نزوركم في مصر قريبا ونجرب النيفة ان شاء الله. هذا الرنجة الرنجة المصرية، اللسانات ونخعات، قصص كتير كتير، عالم عالم كبير قوي. ان شاء الله كلنا الفرصة ونزور مصر ان شاء الله. ادونا لايك شير سبسكرايب. كان معكم محمد وبشار، والسلام يا اخوان.